فتنا الثانية الحوارية في هذا الصباح عن مشروع يتم تنفيذه قريبا في الفترة اللي جاية، وهو تحالف مصري كندي من أجل إنشاء قطار معلق يربط أكتوبر بالقاهرة والجيزة. طبعا احنا كلنا عارفين ان مشكلة الزحام من أهم ومن أكبر المشكلات اللي بتواجهنا. كان لابد للحكومة ان هي تخرج عن الفكر التقليدي والاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية خاصة في مجال النقل والطرق. وفي هذا الإطار أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن اختيار التحالف المصري الكندي العالمي لتنفيذ خط قطار معلق مونوريل اللي بيربط بين مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة والجيزة بتكلفة تقديرية 1.5 مليار دولار، من خلال قرض بتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسداده على مدار 14 عام. معنا الدكتور حسن مهدي، استاذ هندسه المرور بجامعه عين شمس. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بسيادتك يا فندم. يعني قبل ما ندخل في تفاصيل المشروع، الدلاله نفسها فكره قطار معلق بتكرس لتوجه الدوله ان يكون في حلول غير تقليديه لمشكله الزحام ومشكله مزبوط. المرور دايما كنا بنسمع جمله نفكر خارج الصندوق. يعني ازاي حضرتك بتشوف ان دي اول البشاير يعني لتفعيل هذا التوجه لعلاج هذه المشكله اللي تعتبر من المشاكل الطاحنه في مصر، وخاصه مرتبطه ايضا بتداعي في قطاع النقل؟ يعني مظبوط. فكمان فكره الازدواجيه الازمه دي تتطلب ان يكون في حلول من هذا القبيل. هو الحلول المطروحه في الوقت الحالي حلول متكامله، وده الجميل فيها، بمعنى ان كل مؤسسات الدوله بتعمل على حل مشاكل المواطن عانى منها على مدار عقود طويله من الزمن، سواء في النقل او في المواصلات او في الاسكان او في غيرها من المرافق. على سبيل المثال، مشكلة النقل في القاهرة الكبرى مرتبطة مش بس كمان بتوفير وسيلة نقل، مرتبطة بنمط استعمالات الأراضي، بمعنى أن في تكدس عمراني موجود في مسطحات معينة أو مساحات معينة من القاهرة وخصوصا الأحياء القديمة، وبالتالي أصبح هناك عدد كبير جدا من الرحلات. لابد أن احنا نلاقي حلول غير تقليدية لاستيعاب هذا العدد. من فوائد وسائل النقل الجماعي اللي هي منها المونوريل اللي حضرتك أشرتي إليه، انها بتوفر وسيله نقل لعدد كبير جدا من السكان في وقت قليل، لان هي ما بتتعرضش انها تقف في اشارات او في تقاطعات زي ما بيحصل مع الباصات او وسائل النقل السطحيه. وبالتالي هو مشروع جيد. المشروع هيتم تنفيذه على 30 شهر، هيربط في البدايه المرحله الاولى بتاعته 27 كيلو لربط الشيخ زايد و6 اكتوبر بالمنطقه الصناعيه في اكتوبر، المرحله الثانيه 25 كيلو وهتوصل ان شاء الله لحد الوراق، وبالتالي هنوفر وسيله نقل سريعه وحضاريه وصديقه للبيئه، وفي نفس الوقت هيكون مواكب لدون المفروض ان يكون في حد من استخدام السياره الخاصه. يمكن سيادتك سمعتي من ايام كانوا بيتكلموا عن استخدام الكارت الذكي للبترول او لتموين السيارات بدءا من مايو المقبل او يونيو المقبل على ما اعتقد. وبالتالي لابد من وجود حلول غير تقليديه، وخصوصا ان اسعار الطاقه في زياده مستمره. طيب، وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولي اعلن ان تكلفه هذه القطار مليار ونص دولار. حضرتك شايف ان هي مش تكلفه عاليه شويه؟ التكلفة البدائية عالية، لأن التكلفة بتشمل أن احنا بنشئ البنية الأساسية لهذا المرفق الجديد، وبالتالي هنحتاج أن احنا يبقى في عندنا منشآت معرفش إذا كان المونوريل لو في عندنا بعض الصور ممكن نعرضها للمواطن، لكن هو بيبقى عبارة عن قطار معلق زي ما حضرتك أشرتي في المقدمة. القطار ده بيبقى ليه محطات، المحطات دي برضو بتبقى مرتفعة عن سطح الأرض، وبالتالي كل هذه المنشآت لابد أن ليها تكلفة، لكن التكلفة المبدئية على الرغم من ارتفاعها إلا أن مثل هذه المشاريع مشاريع قومية ولها جدوى، وإن شاء الله تعالى هيكون ليها مردود وتقدر تسدد التكلفة بتاعتها من واقع مصاريف التشغيل. طيب دكتور حسن، عشان يكون في شفافية، إحنا عندنا دايما في مشكلة قاتلة في الصيانة، تمام، فما بالنا لما تكون وسيلة نقل غير تقليدية؟ بالتأكيد محتاجة صيانة دورية بشكل مزبوط. أكثر جدية. يعني هل ده
موضوع في الاعتبار، يعني هل يعني بالتأكيد مع المضي قدما في المشروع ده، ولما بنتكلم عن دراسة الجدوى، الجدوى لا تقتصر فقط على ان هو حيفي ويستوعب ايه من المتطلبات، بقدر من المفروض يكون في صيانة دورية دي، وإلا على المدى البعيد ومش بعيد قوي ممكن يثبت هذا المشروع عدم جدوى لو ما تمش التعاطي معاه بالشكل المناسب. أنا بتفق مع سيادتك في كده، لأن المشروع هو عبارة عن ثروة قومية زيها زي أي استثمارات الدولة. صحيح. بتحاول زي كأنها ثروة عقارية أو خلافه، فلا بد أن أنا أحافظ عليها صالحة للاستخدام في أكبر فترة زمنية ممكنة، ولهذا لا بد من أن يكون هناك في البداية في التشغيل المبدئي للمشروع أن يكون في الشركة المنفذة أو التحالف المصري الكندي هيكون مسؤول عن التشغيل والصيانة، حتى يتم تدريب كوادر مصرية للتعامل مع مثل هذا المشروع. الفكر بتاع المونوريل مش جديد في العالم، موجود بقاله كتير جدا في حتى في آسيا وأوروبا وأمريكا، لكن هو بالنسبة لنا يعتبر مشروع جديد. لابد أن يكون عندي كوادر مؤهلة، ولابد أن أنا أهتم بالصيانة حتى لا نحصل على مستوى تدني للخدمة. مش عايزين نوع حوادث جديد أكثر خطورة، ده جزء. وفي جزء كمان خاص بالاعتبارات البيئية، يعني ان هو ما يكونش ملوث للهواء، ما يثيرش ضجيج وما الى ذلك. والصيانه برضه هي افتكر اللي هتحقق. هو بالنسبه للاعتبارات البيئيه، هو مثل هذه النوع من وسائل النقل هي صديقه للبيئه، لا ينتج عنها تلوث ولا يوجد منها انبعاثات غازيه او خلافه. لكن انا بتفق مع سيادتك والجمهور كمان يتعامل معاه بشكل جيد، يعني تجربه مترو الانفاق مثلا. ده دور المواطن يا فندم، ما ينفعش انا دوري كمواطن ان انا احافظ على المقدرات والاستثمارات اللي الدوله بتحاول على الرغم ظروفها الاقتصاديه انها توفرها لي، يبقى انا لازم احافظ عليه. طيب دكتور حسن، يعني وزير الاسكان في تصريحاته قال ان هذا القطار هيعمل بصوره اليه التشغيل. حضرتك وضح لنا هيعمل ازاي باليه التشغيل؟ اليه التشغيل يقصد بها التوقف في المحطات وكيفيه والسرعه اللي بيتحرك بيها وزمن التقاطر والكلام ده كله، ده كله بيكون مميكن، بمعنى ان العنصر البشري بيكون محدود جدا في التدخل فيه. يعني هل هيكون في اي قطر بيبقى ليه سواق؟ هل هيكون ليه سواق ولا هيمشي لوحده؟ بيكون في سواق، بس السواق بيكون تدخله في اختيار السرعه بتاعه السير، لان ده بيبقى معلق، فسرعه السير علشان برضه يبقى في امان ليها حد اقصى ما يقدرش ان هو يتجاوزه. في نظام الاشارات الالكترونيه عند الدخول الى المحطه والخروج منها، ده كله بيكون الكتروني، وبالتالي بيكون التدخل العنصر البشري في اضيق الحدود. وهذه المنظومه من الاجهزه الحديثه لابد ان يعقبها صيانه ومحافظه عليها من قبل المستخدمين اللي هم احنا كمواطنين، او كمان الشركات القائمه على التشغيل والصيانه لابد ان تكون مهتمه بهذا المرفق، والا هيحصل له تدهور مع الوقت، وبالتالي يبقى انا ما استفدتش منه الاستفاده المطلوبه. طيب هل تم تحديد خط سير المكان اللي هيتم تنفيذ المشروع؟ الخط السير كمكان هو هيربط بداية من الطريق اسكندرية الصحراوي مرورا بالشيخ زايد و6 اكتوبر ومدينة الانتاج الاعلامي والمنطقة الصناعية في اكتوبر، وهيكون في 12 محطة في هذه المرحلة بطول 27 كيلو متر طولي. ثم المرحلة الثانية لما ينشأ ويستكمل محور روض الفرج، هيبقى في مرحلة ثانية لهذا القطار المعلق بطول حوالي 25 كيلو وخمس محطات اضافية باجمالي طول 52 كيلو متر طولي. لا هو انا بس يعني مش متخيله هيكون ماشي فين، يعني هيكون لا الشوارع تحديدا اللي هيمشي فيها او الاماكن انا ما معيش بلان محدد ليها، لكن انا بقول لحضرتك الخطوط العريضه للمشروع. هو المفروض يكتمل امتى المشروع؟ ان شاء الله هيبتدي في 2016 ومده تنفيذ 30 شهر علشان خاطر يكون اكتمل المرحله الاولى والثانيه بتاعته. طبعا عندي سؤال تاني، القابليه للتطبيق اساسا، يعني احنا حتى دايما لما بنقول ان احنا عايزين نسترشد بتجربه غربيه معينه دايما بيبقى شرط اساسي انها تلائم البيئه المصريه. تمام. وعقليه المواطنين، احنا عارفين ان بالتاكيد البعض يعني ما بيكونش على قدر كبير من التعليم. احنا دلوقتي ابتدينا الحقيقه بنحاول نعمم تجربه ان يكون في بطاقه تموينيه ذكيه، يكون مزبوط. في وقود ذكية وما إلى ذلك. حضرتك بتشوف أن الخطوات التمهيدية دي كفيلة أن هي تأهل المواطن على اختلاف ثقافاته وتعليمه أنه هو يعرف يتعامل مع هذه النوعية من وسائل المواصلات؟
اعتقد لان هو استخدامه لا يختلف عن استخدام مترو الانفاق. الاختلاف الوحيد ان ده المحطات بتاعته فوق الارض وهو نفس الكروت المميكنه اللي بيستخدمها في المترو. ممكن في بعض الاماكن بتكون الكارت ده بيتشحن شهريا، مش لازم كل مره اقف واشتري كارت علشان خاطر استخدم المترو، فممكن باشتراك شهري بيتشحن كل شهر وبستخدمه، وبالتالي يبقى الامور اكثر سلاسه في الاستخدام يعني. طيب دكتور حسن، معنى اللي هو هيكون قطار معلق يعني مش هيعدي المسافه بتاعته كلها هتكون معلقه ولا في اماكن هيعدي فيها؟ المسافه كلها، المونوريل بيبقى في كل محطاته في كل خط سيره معلق اعلى الارض، وده بيجنبنا ان احنا نقف في تقاطعات او نحتك بالمرور السطحي، بيبقى معزول تماما عن الحركه السطحيه وبالتالي ما بيعطلوش حاجه. زي مترو الانفاق لما بيمشي في تحت الارض ما فيش حاجه بتعطله. على ذكر المقارنه بمترو الانفاق، هل مشروع المونوريل هيكون ايضا زي مشروع مترو الانفاق مراحل؟ يعني في محطات الاول هتكتمل وبعد كده يبقى في مرحله ثانيه وربما مرحله ثالثه، لان هنا حسب المعلومات اللي عندنا ان اجمالي محطات المونوريل 17 محطه على مرحلتين 15 و12 و5 مقرر يبقى في توسعه ثانيه حتى تغطي مختلف محافظات الجمهوريه على سبيل المثال، وان كان ده طبعا سابق لاوانه يعني. لا هو محافظات الجمهوريه صعب لان المونوريل بيستخدم في المناطق الحضريه داخل المدن، يعني ما اقدرش اعمل مونوريل من القاهره الاسكندريه، لكن ممكن يبقى في قطار فائق السرعه من القاهره الاسكندريه. المونوريل ليه سرعه معينه وليه في استخدام في عدد الافراد اللي بيقدر ينقلهم، وبالتالي هو وسيله نقل جيده داخل المدن، لكن ما اقدرش ان انا اعمم التجربه في مدن تانية. القاهره تعتبر من اكثر المدن ازدحاما على مستوى العالم، وبالتالي هو له جدوى فيها، لكن انا باشير في ثواني بس دقيقه بسيطه ان لابد ان يواكب ذلك الاستعمالات الاراضي نلتزم بيه، بمعنى ان ما ينفعش يبقى فيه في بعض الاحياء فيلل وقصور قديمه بتتهد ويطلع مكانها ابراج ومولات وتتغير النشاط من نشاط سكني لنشاط تجاري، لان ده بيزود المشكله. والعماره السكنيه اللي فيها مثلا شقتين او ثلاثه عندهم ثلاث اربع عربيات، لما بتبقى برج سكني او مبنى اداري بيبقى فيه 100 عربيه، وبالتالي بيزود الزحام وبيزود المشاكل، ده مش مطلوب في القاهره ولابد ان احنا نحافظ عليها كده. طيب دكتور حسن، يعني عايزه اعرف من حضرتك هل هذا القطار هيكون فائق السرعه ولا سرعته هتكون ايه؟ لا المونوريل غير فائق السرعه، المونوريل سرعته بتكون 60 كيلو متر في الساعه حد اقصى يعني. طيب بالنسبه لخط المترو الرابع اللي تم اللي بداوا ينفذوه بدايه من مصر الجديده اللي المفروض ان هو هيروح اكتوبر، هل ده هيكون ليه تاثير على انشاء هذا القطار؟ لا هو ملوش علاقه كإنشائية، لكن ليه علاقه كنمط للنقل، يعني انا النهارده عندي حجم معين من بنسميه الترانسبورتيشن ديماند او الطلب على النقل. عندي مليون رحله يوميه، المليون رحله دول ممكن نص مليون يشيلهم المترو الانفاق، 100,000 يشيلهم المونوريل، 50,000 البابليك ترانسبورت اللي هي الباصات، وبالتالي انا بوزع الحجم اللي عندي على وسائل او انماط النقل المختلفه، لكن لابد في الاخر ان يكون هناك تكامل ما بينهم، وبيفضل ان يكون المحطات محطات مشتركه، بمعنى ان انا لو جاي من اسكندريه بالقطار اطلع من محطه القطر الاقي وسيله نقل سطحي اخرى، ما يبقاش التاكسي هو طبعاً الوحيد اللي موجود، يبقى في تنسيق يعني بينه وبين ان شاء الله. بحلم ان الخط الثالث يكمل عن قريب ويبقى في تحت مطار القاهره محطه مترو انفاق، لان احنا دلوقتي مطار القاهره اللي بيسافر ما عندوش غير انه يا اما حد يوصله يا اما ياخد تاكسي. يبقى انا لما هلاقي وسيله نقل زي المترو او ان شاء الله في المستقبل يكون في قطار، ليه لا، ده هيحل مشاكل. ارتفاع الريل نفسها اللي هيمشي عليها القطر هل بيتحدد بيكون مطلق وفقا للمعايير الدوليه المعمول بيها ولا حسب طبيعه المباني وطبيعه البلد؟ لا هي ليها معايير عالميه، لكن عند التقاطعات مع الطرق او مع السكه الحديد لابد ان انا اوفر الخلوص الراسي الحد الادنى ليه اللي هو في الطرق بيكون 5.5 واحيانا بنطلبه 6 متر، لكن لو هو غير متقاطع مع طرق او حاجه ممكن الارتفاع ده يقل، وتقليل الارتفاع بيصاحبه اقتصاد في تكلفه الانشاء. ايه الدول العربيه اللي تنفذ فيها القطار المعلق؟ انا شفته في ماليزيا واستخدمته، دبي فيها مترو دبي لكن ما هوش مونوريل موجود. هو الحقيقه مكتوب عندنا هنا ان السعوديه من ضمن الدول اللي تم السعوديه لسه حضرتك تنفيذ. المشروع تحت الانشاء تحت التنفيذ لسه لسه في الرياض بالظبط كده بالظبط كده. طيب التحالف الضخم القائم على هذا المشروع، يعني ايه تقييم حضرتك من متابعتك للمشروعات المماثله او الشبيهه اللي نفذها
في اكتر من دولة. الشركة الكندية المصرية او الائتلاف اللي اتكون، الشركة الكندية دي ليها سابقة اعمال في هذا المجال في اوروبا وفي امريكا وفي بعض دول اسيا، نفذت مثل هذه المشروعات، واعتقد انها هتكون خبرة كويسة لينا لو حبينا في المستقبل ان احنا نكررها في اي محافظة او مدينة اخرى، يبقى الخبرة المحلية لها الاولوية ان شاء الله تعالى. طيب دكتور حسن، يعني بعيدا عن هذا القطار المعلق اللي هيربط اكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة والجيزة، هل هناك مشروعات او حلول اخرى للقضاء على مشكلة الزحام داخل القاهرة الكبرى بشكل عام؟ هو مشروع المونوريل احد هذه العناصر لمشروع متكامل زي ما قلت لحضرتك، لابد ان انا اقلل الاعتماد على السياره الخاصه وفي المقابل احسن جوده وسائل النقل الجماعي والعام، لان حضرتك لو عندك سياره خاصه مش هتسيبيها طواعيه وتركبي المترو او الاتوبيس الا لو كان مستوى الخدمه جيد، وبالتالي لابد ان انا احسن وسائل النقل العام بما لا يمس محدود الدخل. يعني احنا عندنا نوعين من الاستخدامات، القاهره الكبرى فيها 22 مليون مواطن، 20% فقط هم مالكي السيارات والباقي ليس لديهم سيارة أصلا، فبيستخدم يا إما الميكروباص يا الأتوبيس يا مترو الأنفاق. دول ما أقدرش أمس الدعم بتاعهم لأن هم مواطنين مصريين لابد أن الدولة ترعاهم، لكن في المقابل مش هم دول اللي بيعملوا لي الزحمة، الزحمة بتحدث من تكدس السيارات الملاكي في الشوارع، وبالتالي هذه الفئة أو هذه الشريحة لابد أن أنا أوفر لها وسيلة نقل تقدر أنها تستخدمها، منها المونوريل ومنها مترو الأنفاق، ولابد أن تكون يعني تكلفة الركوب في مثل هذه الوسائل متفقة مع دخل المواطن برضه. احنا طبعا اتكلمنا عن مشكلة الصيانة ولازم يكون في صيانة اتقاء للحوادث والتعطيل مصالح الناس حتى لو حصل عطل يعني، لكن وارد دكتور حسن ان يحصل عطل قدري يعني حتى طبعًا. بدون ما يكون في خلل في الصيانة مع وسائل النقل التقليدية المشكلة مش صعبة، مترو تعطل بركب اتوبيس، اتوبيس تعطل بركب تاكسي، فكرة ان هو معلق. فوق الارض معلق، يعني نسترشد حتى بتعاطي الدول الاخرى مع مشكلات من هذا القبيل اذا كانت حصلت، ايه اللي بيحصل في الظروف دي؟ اللي بيحصل ان القاطره او العربه اللي حصل فيها عطل بيبقى فيها يعني وحدات باور اضافيه او طاقه اضافيه تقدر توصلها لاقرب محطه، وبالتالي للركاب لا يوجد ادنى مشكله في التنقل بهذا وهو امن الى اعلى درجه، يعيبه بس الحاجه الوحيده بيتعرف ازاي بقى، بيكون اتصال ولا هيكون في زي شاشات مراقبه زي المعمول بيه في الطيارات مثلا؟ في اشارات لاسلكيه موجوده زي ما احنا اشرنا ان في ميكنه في واليه في تشغيل هذه الوسيله، وبالتالي انا بقدر اعرف نوع العطل اللي موجود والقاطره تسحب الى اقرب محطه عشان لو في ركاب يقدروا ان هم ينزلوا منها. انا بقى عايز اسال على حاجه مهمه من اول الحوار، اتفضلي. هينزلوا فين بقى؟ يعني هينزلوا محطات ازاي؟ محطات مرتفعه بسلالم طبعا اسانسيرات وسلالم، محطات مرتفعه فيها اسكليترز فيها سلالم متحركه زي اللي في المول، وفيها اسانسيرات لذوي الاحتياجات الخاصه، الاثنين موجودين. بس هل هتبقى في اماكن المحطات هتبقى اماكن مغلقه ولا اماكن مفتوحه؟ المحطات بتكون زي محطات مترو الانفاق وبتكون في بعض الاحيان مزوده بلافتات لشركات او خلافه على اعتبار ان انا اقدر اوفر فلوس لصيانه السلالم والاسانسيرات والكلام ده كله، وده وارد، انا ما عنديش مشكله خالص، ولابد من وجود حراسه كمان، شركات حراس، لان الوسيله دي يا دكتور موجهه لفئه معينه اقتصاديا؟ اقتصاديا موجهه لسكان القاهره الكبرى على وجه العموم، لكن اذا كان هناك جوده في الخدمه هيجذب مالكي السيارات انه يستخدمها. على فكره دبي، في مترو دبي انا استخدمته العربيه الاولى، زي ما احنا عندنا عربيه للسيدات هم عندهم عربيه الاولى في اي المترو اسمها الجولدن كار، الجولدن كار دي لو تعرف تعريفه الركوب 8 درهم هنا بتبقى 16، مفيش اي فرق خالص غير انك بتلاقي العربيه عدد اللي موجود فيها قليل، ممكن تلاقي كرسي تقعدي، فواي نوت ان الكلام ده يتطبق، ده مش عنصريه، ده زي ما القطر فيه درجه اولى ودرجه ثانيه، ده مش عنصريه، لكن انا عايز اجذب مالك السيارات انه يسيب عربيته من فضلك، انا عندي مشكله في الوقود، الدوله بتتحمل تكلفه اضافيه في الوقود على الرغم من ان تحركت اسعاره الا لا زالت الدوله بتتحمل كتير في دعم الوقود، وفي نفس الوقت نحافظ على البيئه. لابد ان يواكب ذلك نظره عميقه في نمط استعمالات الاراضي، وان احنا نعمل خلخله للكثافات العاليه من جوه القاهره، ويمكن حضراتكم سمعتوا عن العاصمه الاداريه الجديده وخلخله الكثافات ونقل المصالح الحكوميه والوزارات الى الشروق.
طيب دكتور او الى المكان العاصمه الاداريه. دكتور حسن، حضرتك بتقول ان هو هيبقى متوفر لسكان القاهره الكبرى، هل هيقدر محدودي الدخل او اللي دخلهم يعني قليل جدا ان هم يستخدموه زي ما بيستخدموا المترو، ولا هتبقى تكلفته؟ لا ان شاء الله هيبقى بنفس التكلفه، وهيبقى هناك عداله في الاستخدام، كل الناس هتقدر تستخدمه. لكن انا بقول لحضرتك افكار من بعض الدول ان ممكن يكون في عربيه من هذه العربيات غير مدومه، على اساس ان لو حد عايز يستخدمها اهلا وسهلا. احنا المهم بقى نستبق ونبدد اي مخاوف ان ما يكونش في اهمال ويكون في صيانه دوريه. لابد من وجود صيانه. يعني التلفريك حتى موجود في دول كتير يعني، وفي ما فيش ازمه ثقه يعني، فالمهم كمان نعالج. بنتكلم عليه يا فندم ده في اطار حل مشكله المرور داخل القاهره الكبرى، لكن الدوله شغاله في كل المناحي الوسائل الاخرى يعني طبعا. في شبكه طرق جديده بتنشا، وفي تطوير للسكه الحديد، وفي في بالتوفيق ان شاء الله، وكل المشروعات تكلل بنجاح. شكرا جزيلا دكتور حسن مهدي، استاذ الطرق والمرور بجامعة عين شمس. شكرا لسيادتك يا فندم.